أهلا بكم إلى عالم الاختصار. قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي إن هناك تحريفا في الموازنة العامة لهذا العام، خاصة الفقرة الخاصة بتسليم عوائد نفط كردستان العراق للحكومة في بغداد. وأكد الزرفي أن على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة كردستان العراق إذا تنصلت عن دفع مستحقات تصدير النفط. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم إلى 188 مليون و52 ألف دولار، بزيادة قيمتها 44 مليون و33 دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفا. وأضاف البنك أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غد، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 209 ملايين و24 ألف دولار، وأن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 188 مليون و4000 دولار، فيما بلغ إجمالي نقد المبيع 120 ألف دولار. أنهت بورصة العراق جلسة التداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.4% عند مستوى 478.88 نقطة، فاقدة نحو 0.17 نقطة. وتم التداول على أسهم 34 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 9 شركات وانخفضت أسهم 10 شركات، بينما استقرت أسهم 15 شركة. وسجلت قيمة التداولات أكثر من نحو 219 دينارا، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 600 وسهم واحد بعدد صفقات بلغت نحو 242 صفقة. قالت لجنة الخدمات النيابية أن المناطق العشوائية والزراعية غير مشمولة بخطة المشاريع الخدمية. وأضافت اللجنة أن لبغداد تصميماً أساسياً، وأن المجمعات السكنية العشوائية والزراعية قوضت التصميم الأساسي لبغداد وأثرت على الخدمات الأساسية في العاصمة بشكل كبير، لأن أكثر من 1000 مجمع سكني متجاوز في العاصمة ومدرج بالتصميم الأساسي لبغداد. أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية في محافظة إيلام تصدير 630 ألف طن من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري. وقالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن نحو 400 شاحنة محملة بالبضائع الإيرانية تجتاز منفذ مهران باتجاه العراق، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إلى العراق في الشهور الأربعة من العام 2019 نحو 404 ملايين دولار. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.